عجينة البيتزا تكفي 4 بيتزا متوسطة. المقادير: 500 غرام أو 3 أكواب ونصف طحين خبز، نصف ملعقة طعام ملح، نصف ملعقة صغيرة سكر، ملعقتي طعام زيت زيتون، ملعقتين صغيرتين أو ظرف خميرة جافة، 250 ملليلتر أو كوب ماء فاتر. طريقة التحضير: ننخلط الطحين والملح في وعاء كبير، نخلطهم ونصنع حفرة في الوسط. في إبريق صغير نخلط الماء مع الخميرة والسكر وزيت الزيتون، ونترك المزيج لمدة 10 دقائق حتى تظهر رغوة على السطح، ثم نسكب المزيج في الحفرة. باستخدام شوكة نبدأ بالتدريج بجلب الطحين من الجوانب إلى السائل، ونخلطهم معا بشكل دوامة. نستمر بالخلط بهذه الطريقة إلى أن يتم الامتزاج بالكامل. نغبر أيدينا ببعض الطحين ونشكل العجينة بشكل كرة وننقلها إلى سطح طاولة العمل وندلكها إلى أن تصبح ناعمة ومرنة، وهذا يعني أنه إذا ضغطنا بإصبعنا على العجينة يجب أن تعود لشكلها السابق. ثم ندهنها بقليل من زيت الزيتون. نضع العجينة في وعاء كبير ونغطي العجينة بورق نايلون غذائي، ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا إلى أن يتضاعف حجم العجينة. نضع العجينة على سطح طاولة العمل وندلكها مجددا لتحرير الهواء. أصبحت العجينة الآن جاهزة للاستعمال، أو بإمكاننا تغليفها بورق نايلون وحفظها في الثلاجة لمدة أقصاها 3 أيام، أو بإمكاننا تجميدها.